الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، ولا شك أن الضر شر. ولذا في دعاء الاستفتاح الطويل في حديث علي عند مسلم قال: والشر ليس إليك، بمعنى أنه لا ينسب إليك، وليس معنى ذلك أنه ليس بخالقه عز وجل. الله جل وعلا خالق كل شيء، خالق للخير وخالق للشر، وحينما يخلق الشر لا يخلقه لذاته، وإنما يخلق الشر باعتبار خيرات متعددة. فحينما ينزل الضر بشخص فيه فوائد، من بين هذه الفوائد أن من نزل به هذا الضر يتذكر ويتعظ ويعود إلى الله عز وجل، فقد يكون متغطرسا فيتواضع، هذه خيرية. من الخيرية أن من رأى هذا المتكبر قد نزل به هذا الضر فأعجزه تذكر وأناب ورجع إلى الله عز وجل. من بين هذه الخيرية أن هذا الضر إذا نزل بالعبد تزداد درجاته أو تكفر عنه سيئاته.